بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ننحني في محضر الملك، نطلب منه بركة ومعونة جديدة وزاد للطريق وزاد للطريق. كلنا، كل اللي شايفني في كل ركن في العالم، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن. نرفع طلبتنا إليه وحده صاحب السلطان، وحده صاحب السلطان المعطي بسخاء ولا يعير. كنت في ضيقة ملناش غيره، اللي وعد وقال معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. كنت تعبان ما فيش غيره ريح، لقال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كنت خاطي ما فيش غيره مخلص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع وحده يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. اطلبه الآن، حاضر في وسطينا، مستعد يستجيب ويعطي، ويعطي بسخاء ولا يعير، يعطي بسخاء ولا يعير، يعطي بسخاء ولا يعير. باركنا للهادي يا رب، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض. فرح كل حزين، ارفع الهم عن كل مهموم، واملأ الكل بالسلام والفرح، املأ الكل بالسلام والفرح. مسيحنا معانا في وسطينا الآن، إيده ممدودة بالبركة، إيده ممدودة بالبركة. ملناش غيره، قل له وجدني في محضرك يا رب، افتح عيون إيماني أراك، سمعني صوتك يا رب، سمعني صوتك، ودينا كلام عند افتتاح الفم. يحضر يده مليانة من كل البركات، يوزعها علينا، يشبعنا تعزيات، يشبعنا تعزيات،
يشبعنا تعزيات يوزعها علينا، يشبعنا تعزيات من نشيرك موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعم شهية أكلها لا يجوع. موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعم شهية وأطعم شهية أكلها لا يجوع. موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعم شهية أكلها لا يجوع. نار روحك المعزي يأتي علينا الآن، بريحنا وبنار ويملأ المكان، ويملأ المكان، ويملأ المكان، بريح أو بنار ويملأ المكان. ادينا جلسة هنية عند قدميك، فرحنا بيك وانت تفرح بينا. ما تسمحش نتوجد حواليك بالجسد، لكن يا روح الله ارفعنا، يا روح الله سود علينا، يا روح الله املكنا. كرامة ومجد ليك. أشكرك لأنك أمرت بالبركة. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة. سؤال، في صوت جوايا بيفضل يشتم على ربنا، ويقول لي ربنا مش سامعك ولا شايفك، وانا تعبانه قوي وبطلت اصلي. واضح طبعا ان الصوت صوت ابليس، وابليس ملوش مكان في حياه المؤمنين القديسين، لان مسيحنا حوالينا سور النار اللي حامينا. لكن امتى عدو الخير يدخل؟ لما يلاقي ثغرة في السور، لما يكون في خطيه، ويدخل ويحارب بأساليبه المختلفة. لكن ربنا وعدنا بالنصرة، وأعظم من النصرة أن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأنت ممكن تراجع حساباتك، عايشة حياة توبة حقيقية أو لا، أي خطية نسيبها ونتغاضى عنها ونتركها ونعترف ونبدأ حياة توبة حقيقية، وساعتها الشيطان
إليك أو إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، وتفرحي بالمسيح. سؤال: سلام ونعمة، صباح الخير يا أبونا، صباح النور. معلش يا أبونا، عندي سؤال. أجرة الخطية موت، فما هو تعريف الموت؟ فما هو تعريف الموت؟ هو المكتوب قال ايه؟ قال آدم أخطأ وبالخطية الموت، لأن ربنا له كل المجد. كان قال لآدم: من كل شجرة جنة تأكل، لكن من هذه الشجرة لا تأكل، يوم تأكل منها موتا تموت. موتا تموت، ايه الموت؟ اللي هو الطرح في جهنم النار الأبدية. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. عشان كده كان سر التجسد، وان ربنا يجي في صورة الناس عشان يرفع عننا الحكم، يرفع عننا الحكم. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فممكن نسأل: ليه يا رب تجسدت؟ وليه جيت في صورة الناس؟ عشان يشيل الحكم عننا، يشيل الحكم عننا. وبعدين بيسأل صاحب السؤال ويقول: هو الموت الأبدي أن يموت ويذهب إلى الجحيم ومنه إلى النار الأبدية كنتيجة للخطية؟ وبعدين تعريف الفداء هي أن يفدي الإنسان بذبيحة جسدية. أنت بتشرح ولا بتسأل؟ فهل موت المسيح جسديا لثلاث أيام كان فداء كافي ومساوي لحكم الموت الأبدي؟ طبعا كان كافي. سؤال واحد بيقول: أنا علي مبلغ من المال، وضميري بيقول اني لازم اسدد المبلغ، واب اعترافي قلت له اكتر من مرة ان ضميري بيقول لي لازم ادفع الفلوس دي، لكن هو اعطاني حل اني ما ادفعهاش، لكن ضميري بيقول لي لازم ادفعها، اعمل ايه؟ ايه ده؟ رجاء الرد ضروري يا أبي على هذا السؤال. منين ضميرك تعبان؟ ومنين أب اعترافك بيقول لك ما تدفعش؟ تيجي ازاي؟ شايف ان ضميرك بيقول تدفع يبقى تدفع، وانت اللي تقدر تحسب هل المبلغ ده حرام ولا حلال. المفروض تدفعه وما تدفعهوش، انت اللي هتتحاسب امام الله. ممكن تكون مدي ابونا معلومات غلط، ومش ببلغ ابونا بالصورة الحقيقية للموضوع. عشان كده قدس ابونا بيقول لك ما تدفعش.
لكن انت في الحقيقة ضميرك من جوه بيئن عليك، بيقول لك لازم تدفع. شوف اوزن الامور، واللي يرضي ربنا اعمله. سؤال، لو الأب مرتبه على قد المعيشة بس ومش هيقدر يعمل أي حاجة لأولاده، هل من حق الأولاد يشتغلوا ويعملوا حاجة لنفسهم، ولا يدوا الفلوس للأب يصرفها على البيت ويقعدوا كده من غير جواز ولا حاجة؟ هو البيت كان ماشي ازاي قبل ما يكبروا الولاد وقبل ما يتخرجوا؟ الأمور دي مادام في محبة وتضحية والبيت واضح فيه صوت المسيح له كل المجد وحياة إيمانية وتقوى، كل حاجة هتمشي سليمة. الأب طول عمره بيصرف، هيستمر يصرف على قد ما يقدر يعمل بيعمل. وبعد كده الولد كبر وبقى يجيب فلوس. الإنسان المسيحي الحقيقي مرشد بروح الله، مرشد بروح الله، شايف البيت عايز مبلغ الولد بيدي، البيت مش عايز الولد بيحوش، وروح الله بيدي حكمة يوزن الأمور ويدي التصرفات السليمة، أولا اللي تريح اللي حواليه، وثانيا اللي ترضى ربنا، اللي ترضى ربنا. الأب هيستمر يصرف والولاد هيدبروا حياتهم ومستقبلهم، كل ده تحت إرشاد الروح القدس، تحت إرشاد الروح القدس. واحدة بتقول أنا بنتك، هل يصح إني أقول لربنا اعمل لي الحاجة الفلانية وأكون معاك طول عمري؟ هل يصح إني أقول لربنا اعمل لي الحاجة الفلانية وأكون معاك طول عمري؟ يعني يا رب لو عملت لي دي هعمل لك دي، واحدة قصاد واحدة، ما عملت ليش دي يبقى هدي لك ظهري، ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. بتقول لي اني طلبت من الله بإلحاح وبكى وحرقة قلب وتنهد، وثقت في الله وقديسيه ان يعطيني طفل بعد ما عملنا تحاليل انا وزوجي، وطلعت عند زوجي مشاكل، لكن رغم ذلك اعلم وعندي يقين ان الله يقدر على كل شيء، لذلك جريت عليه وطلبت منه يعطوني طفل، ولم أهتم لأي تحاليل ولا أدوية، لكن الله خذلني بعد وثقت فيه
وفرحت بيه وقربت منه ولم أشعر بوجودي جنبه جنبي ولا حتى طبطب علي رغم حنانه وعطفه الكبير. أرجو أنك تصليني عشان أقرى يا بنتي. إحنا مش بنتعامل مع ربنا عشان يدينا، هو أعطانا الخلاص مجانا، ومن ناحيته هو بيقول كل شيء لكم، كل شيء لكم. لكن إحنا كبشر مش بنتعامل مع ربنا واحدة بواحدة، تديني دي أدي لك دي، تديني أصلي لك وأحبك، لا 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 يا بنتي. وبعدين تقولي خذلني وحصل وحصل، لا 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 لا. إحنا أولا بنحب ربنا من كل القلب من غير ما أنتظر شيء منه، لأنه هو أعطاني كل شيء بغنى للتمتع. لكن أحبه لذاته، أحبه لذاته من كل القلب، من نفس كل النفس، من كل الروح، أحب إلهي من كل قلب. وبعدين ما اشترطش قدامه تحبني أحبك، تعمل لي دي أعمل لك، لا 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 يا بنتي. بنحب الرب لذاته، واثقين في أمانة وجوده، واثقين أنه هو بيعمل كل شيء لصالحنا. نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لما نحب ربنا يبقى كله للخير، كله للخير، حتى عدم الخلفة للخير، لأني قال كله للخير. فأنا ما حطش ربنا في ناحية ويديني ولد في ناحية تاني. تديني ولد أحبك وأعرفك، ما تدينيش ما أحب، لا 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 لا، مش مظبوط، مش مظبوط. أحبك يا رب يا قوتي، أحب من كل القلب لذاته. واحد بيقول المسيح تاه وسط زحمة القديسين، المسيح هو الكل في الكل. سيرة القديسين كثيرة ومسلية وجزء من الثقافة القبطية، ولها تأثير عاطفي على الناس، لكن ليست بأي شكل بديل عن حفظ كلام المسيح يسوع ليثبت فينا ونحن فيه كما أوصانا. جمال القديسين من نور المسيح الذي أحبوه واستشهدوا لأجله بناء عليه. سيرتهم مجرد قصص تاريخية مرتبطة بثقافة مسيحية. ثقافة مسيحيين شعب في بلدنا، في بلد ما، وغير معروفين في بلد وثقافة أخرى. المسيح يسوع هو أساس إيماننا المسيحي في كل مكان وزمان. ما صنعه لأجل خلاص جنس البشر أكبر وأعمق من أي معجزة مرتبطة بأي قديس أو قديسة. يمكن أخونا بيكتب إن إحنا كنا قلنا الكلمة اللي قالها واحد من المباركين، إن المسيح تاه في وسط زحمة القديسين. ما فيش شك إن المسيح وحده له كل المجد، وأي إنسان أيا من كان
ياخد مجد المسيح ده شيء مرفوض، لأن هو المجد لا أعطيه لآخر. يبقى المجد للرب وحده، المجد للرب وحده. يمكن صاحب السؤال تلاحظ أو الكل لاحظ أني أنا كان لي قصد في أني أقول لكل إنسان حتى غير المؤمنين روح صلي لأي مريض وقول له باسم يسوع المسيح تشفى، هيشفى والعلامات بانت. كان ايه القصد من كده؟ القصد من كده اني ارخي عيون الناس عن الناس، وارفع عيون الناس لمجد الملك المسيح وحده باسم يسوع المسيح. شيطان يخرج، فلان يشفى، ده كان قصدي. اما من ناحيه القديسين اللي انت بتحكي عليهم، ليهم كل الاحترام، ليهم كل الاكرام. يعني مثلا لو حاجه معاصره لينا، الشهداء القديسين بتوع ليبيا، وانا قد ايه معجب بيهم، قد ايه معجب بيهم من عظم محبتهم في الملك المسيح، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليهم كل الكرامة وليهم كل الاحترام، لكن ما ياخدوش مجد المسيح، ولا أي من القديسين ياخد مجد المسيح. المجد للرب وحده، ومجدي لا أعطيه لآخر. سلام ونعمة يا حبيبي أبونا، أشكرك. عندي سؤال على بعد الأديان، بس الأول لازم تعرف إني بحب بابا يسوع جدا، مش عارف إيه، وعلى مقدمه طوبة حسب ظروفي. أنا بسافر كتير وبحب كل الناس من جميع الأديان والألوان، بس آخر 3 سنوات ما يقابلني الديانة اللوزية. الديانة اللوزية، أنا ما سمعتش اللفظ ده قبل كده، ومن غير ما أحاول تجيلي عن طريق صديق أو دكتور على طول بالصدفة. المهم عرفت إن الدين ده يدعو للسلام والتسامح، وعندهم معجزات. أكتر حاجة مشهورين بيها المديناشين، الرخاء والراحة النفسية، وعندهم رهبان زينا. نفسي أفهم شوية، مهما حصل أنا بنت المسيح وبحب ربنا، كنت عايز أعرف لو بمر بحزن وخوف وقلق عصبي أعمل إيه بالنسبة إني مسيحية.
ازاي اعمل كنترول على التفكير في الدنيا دي. وتقريبا ابتديت في مصر على اليوجا، يوجا والميديناشين والديانة اللوزية، ابتديت في مصر على اليوجا. أول حاجة بيعملوا تمرين إنك تتوحد بالأرض وإنك تكون متواضع جدا وما تتشبث في الأرض، او تتخيل انك جوه هالة نورانية. ومش عارف، انا كنت بروح التمرين دي قبل ما اعرف انها دينية، بس فعلا كنت بس بحس براحة وهدوء. يا بنتي ده اللي بتعمليه ده كله. من ناحية في المقدمة بتقولي أنا بحب كل الناس من جميع الأديان والألوان، ده كويس، لأني أحب كل واحد وما يكونليش في الدنيا عدو واحد، ده معقول. لكن كونك تشوفي اليوجا وتشوفي مش عارف ايه والكلام كله اللي حكيتيه ده، ده الكلام المرفوض، كلام المرفوض. يا بنتي احنا ملناش راحة غير في المسيح يسوع وحده. انت في مقدمة كلامك قلت لازم تعرف اني بحب بابا يسوع جدا، يبقى حبي للمسيح يخليني ادي ظهري لكل مورد او لكل مصدر يدعي الفرح والحاجات دي زي ما بتقولي. المسيح وحده له كل المجد، هو المخلص، هو الطريق. المسيح وحده هو المفرح، فيش فرح بعيد عن المسيح. المسيح وحده هو السلام، هو سلامنا، واللي قال سلامي أترك لكم. المسيح وحده هو الكل في الكل، ومن غيره ما فيش خلاص ولا حياة أبدية. ممكن أمور العالم زي اليوجا والبتاع اللي بتتكلم عنه ده ممكن يدي راحة وقتية أو وهمية، لكن الراحة الحقيقية عند أقدام المحبة. لأن تعالوا إلي وأنا أريحكم، وحده مريح التعب. فيش راحة بعيد عن المسيح له كل المجد. فنصيحتي ليك يا بنتي قفل الباب عن كل الأمور دي وخلي حياتك مع المسيح وحده له كل الكرامة والمجد. مريح التعب وحده، مريح التعب. الآن تعالوا إلي، تعالوا إلي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ملناش غيرك، ملناش غيرك. هو معطي الفرح، معطي السلام. أنا فرحان بحبيبي فرحان، أنا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في أمان، عايش في طمان، عايش في أمان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. يا ريت عرفتك من زمان. واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من البلد الفلانية،
كنت عايشة حياة كلها خطية، وعملت خطايا كتير وكذا وكذا وكذا، لكن أنا من شهر بالضبط حسيت بلمسة من ربنا بتفوقني، وفعلا قررت أوقف كل حاجة غلط عملتها في حياتي، وفعلا حسيت بقرب من ربنا شوية شوية، وابتديت أصلي وأعرف الإنجيل من شهر ومستمرة. ربنا هيقبل توبتي وهيغفر لي خطاياي ويقبلني بنته. أنا حاسة زي ما أكون كنت ميتة وقمت. يا ريت يا أبونا تقول لي ربنا هيقبلني بعد اللي عملته وهيسامحني. أنا عايز أقول لك كلمة ربنا هيقبلني وانتي في الخطية، محبة ربنا ليكي كاملة وغلاوتك عنده كاملة. لما تقولي ربنا هيقبلني، ده ربنا اللي مستني من زمان بيدور عليكي وعينه عليكي. يعني الابن الضال لما راح الكورة البعيدة أبوه ما نسيهوش، لكن قاعد مستنيه. والكلمة الحلوة اللي انت بتقوليها، انا حاسة زي ما اكون كنت ميتة وقمت، فعلا لان التوبة حياة. ابني هذا كان ميتا فعاش، وما احلى حياة التوبة. الإنسان يبتدي يتمتع بعطايا المسيح، له كل المجد، يتمتع بالفرح والسلام وراحة القلب، يتمتع بالرجاء المبارك، رجاء الحياة الأبدية، يتمتع بكل العطايا. هيتشال الفاصل، خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم وحجبت وجه الرب عنكم. يبتدي الإنسان يتمتع بالعطية. ربنا بيحبك ومحبته ما بتتغيرش، كان بيحبك وانت في الخطية، ولما رجعتي نفس الحب، لاني حب كامل. وانت في الخطية انت غالية على المسيح، ولما رجعتي غلاوتك زي العيون على رأي بيقول. وانت في الخطية انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، بيقول للإنسان الخاطي وانت في الخطية انت غالي علي، وبعد ما ترجع غلاوتك هتكون زي عيني، أصونك في حدقة العين، غلاوتك هتكون وانت في الخطية انت غالي علي، وانت في الخطيه انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون
بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلاوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلاوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، وانت في الخطية، لما كنت في الخطية غالي على قلب المسيح، ومحبته الكاملة الأبدية ما اتغيرتش بالنسبة لك، ولما ترجعي هتتمتعي بحب المسيح الكامل، فرحان بيكي ويفرح بكل إنسان يرجع له. تعالوا ذوقوا حلاوة المسيح، حلاوة المسيح وحب المسيح وعطف المسيح، كرامة ومجد. كرامة ومجد للملك المسيح. عجبني العدد ده خالص. وانت في الخطية تيجي نرنمه مع بعض، رنمه معايا. وانت في الخطية، انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. وانت في الخطيه انت غالي علي حبيبي، او انت في الخطيه انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلاوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، ما انساش الترنيمة دي إن ربنا ادهاني في اختبار جميل جميل. وساعتها قال مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني. يا سلام يا سلام يا سلام. من يوقف قدامك افتكر مقامك، من يوقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي ساير امامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني، وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، هو بيعزيني. روح الله مليني، هو
بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. يا سلام، عملتي خطايا كتير لكن قد ايه الرب فرحان بيكي ويفرح بكل انسان يرجع، لاني عايز الكل يخلص لا يستر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. فالرب فرحان بيكي، وزي ما قلتي قمتي من الموت، اشكر رب من كل القلب وادخلي للعمق معاه. سؤال، انا بنتك عايزة كلمة منفعة لماما، هي بتحب تسمعك جدا وبتسمع كلامك. ماما ما عندهاش احتمال او صبر اي حاجة بتضايقها وبتنرفزها، وللأسف بتشتم. قل لها يا ابونا ايه الصح، وصلي لأجلنا كتير، بتحب تسمعك جدا وللأسف بتشتم، بتحب تسمعك جدا وللأسف بتشتم، بتحب تسمعك جدا وللأسف بتشتم. طب فين نتيجة السمع؟ يا ما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، ده ايه؟ دي لمسات واعلانات. واحد من المباركين قال يا ما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، دي لمسات واعلانات. منين بتسمعي؟ بكلم الأم المباركة، منين بتسمعي ومنين بتشتمي؟ تشتمي يعني مش عايشة حياة توبة، مش عايشة حياة توبة، يبقى النتيجة مرة، ربنا ما يسمحش. وبعدين اللي سمعتيه هتتحاسبي عليه، هتتحاسبي عليه. وسبب النرفزة والكلام والشكوى بتاعت بنتك منك انك لسه ما قدمتيش توبة. اطلبي من ربنا يغيرك والنعمة تلبس قلبك، تلمس قلبك تتغيري. ما عادش في وقت ان احنا نبات ونغمض عينينا واحنا في الخطية. كلام بقوله لنفسي ولكل نفس سمعاني، كل انسان سمعني، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العاقل يتوب الان، يتوب الان، العاقل يتوب الان. الشيطان لما يسود على إنسان ممكن أحيانا يخليه يأجل، بلاش النهاردة بكرة توب، بلاش النهاردة
بكره تتوب، بلاش النهارده وجايز بكره ما يجيش، جايز بكره ما يجيش. عشان كده العائل يتوب الان، يتوب الان، وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وده محور كرازتنا وكلامنا، او انا بالذات محور كلامي التوبة. التوبة ترك الخطية وعدم الرجوع اليها، محور كلامي كله. له في فلسفة ولا تعليم ولا ادعاء، لا، توب. كلمة اللي قالها يوحنا المعمدان، كلمة اللي قالها رب المجد يسوع وهو في حال الجسد، كلمة اللي قال للرسل قولوا توبوا، والكلمة اللي قالها لنا الروح القدس قولوا توبوا. واللي تاب حيقول يا ناس توبوا، يا ناس توبوا. يعني الأب في البيت اللي عايش حياة توبة لازم يقود ولاده وبناته ومراته للتوبة، إنسان في شغل أو في عمل يقود الكل للتوبة لأن هو تايب. فاللي تايب يقول يا ناس توبوا، ده المطلوب. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. تأتي ساعة وهي الآن، تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات بالخطية صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي ميت في الخطية حيقوم. أدي الكلمة اللي بتسمعها، تأتي ساعة وهي الآن. في كل أوان بتسمع كلمة، الميت يقوم، الميت بالخطية، الميت بالخطية. توبة أساس الخلاص، أساس الخلاص وبداية الطريق للحياة الأبدية. أدخل من التوبة لضرب القداسة، لضرب الكمال، لحياة الشهادة والافتخار برب المجد يسوع، والحياة المنيرة، المنيرة في العالم. عشان كده نصيحتي لأمك ولكل إنسان ما تبشي يقدم توبة، لكل إنسان توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا تنالوا حياة أبدية. إنسان العائل ما يغمضش عينيه وينام إلا ما يكون مالي إيده، مالي إيده. أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا عالم بمن آمنت. الصديق واثق عند موته. أيها الأولاد أثبتوا فيه، أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. أقول تاني واديني ودنك، أيها الأولاد أثبتوا فيه، أثبتوا فيه حتى إذا أظهر، لما يجي يكون لنا ثقة، يكون لنا ثقة، يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. أشرار كلهم حيخجلوا. أين أهرب من وجهك الأشرار؟ لكن الأبرار ولاد ربنا القديسين يا مرحب، يا مرحب. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. العائل يتوب الآن. ارفع ايديك وقلبك وقول له سامحني. الأم دي وكل إنسان سامعني ومش عايش حياة توبة يقول له ربي اقبل توبتي الآن، ونقول له سامحني. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. سامحنا يا فادينا، باركنا يا
يسوع عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. أنا القلوب بتقرع، وطوبى للي يسمع ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع. هلا القلوب بتقرع، وطوبى للي يسمع. على القلوب بتقرع، وطوبى ليسمع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من الرجوع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من غير رجوع. آمين. طب نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب، نشوف مجد الرب. الحقيقة أنا منبهر من اللي شايفه قدامي، وعمل الرب العجيب، وخصوصا حياة المؤمنين الشاهدة بقوة باسم يسوع المسيح. معجزات كتير قدامي، معجزات كتير قدامي. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. عايز اشهد عن عمل الرب يسوع معايا. انا كنت تعبان جدا بالكورونا، وعملت اشعه وتحاليل، وطلعت النتيجه يوم الاربع انها ايجابي. ويوم الجمعه قدام الاجتماع قدسك كنت بتقول اي حد يقول باسم يسوع المسيح الناصري لاي حد تعبان هيشفى. والمدام عندي عملت كده وصلت لي ورشت عليا ميه، وبعدها خفيت تماما من اي اعراض ونزلت الشغل على طول. المدام صليت لي ورشتي بالميه وقالت باسم يسوع المسيح الناصري. وانا بكرر الكلام وبعلي صوتي لكل انسان عنده مريض وقدامك مريض، روح له قل باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى. وهنشوف المجد، وهنشوف المجد في بلدنا مصر وفي كنيستنا، هنشوف المجد ويرتفع اسم الملك المسيح، ويعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب. امين امين. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. انا اسمي فلان من إبرشية كازخ. يوم الجمعة الموافق 19/6 كنت مريض بكورونا، وكنت في عزل منزلي. حالتي كانت صعبة جدا، تنفس بسيط، السكر 500، كان لي 4 أيام مش بنام، وقاعد فترة المرض على كرسي من ضيق النفس. وكحة صعبة جدا. يوم الجمعة كانت حالتي حالة موت مؤكد، لأن الأكسجين في نزول جامد. صممت إني أقعد قدام التلفزيون،
شفت العظة يوم الجمعة الموافق 19/6، وفضلت منصت إلى آخر العظة، وما كنتش أقدر أقف من التعب. طبعا كنت حاطط قدام التلفزيون قدام كوباية مية، وجه وقت الصلاة فصليت، وأنا وقاعد وبعد الصلاة أبونا قال باسم يسوع أي مريض يشفى. أنا شربت المية، قلت بركة صلوات الاجتماع، حسيت إن قوة دخلت جسمي ورعشة خفيفة في جسمي. قلت لهم في البيت أنا خفيت، وابتديت من وقتها ونمت في نفس اليوم، بدأت أحس بتحسن، ولا أخدت حقن ولا أنبوبة أكسجين، وأنا حاليا شفيت تماما. آمين آمين آمين. في إنسان شاف رؤية جميلة، رؤية جميلة، مبارك اسم الله. أختي ربنا أعطاها مريم بعد 10 سنين بشفاعة الاجتماع، شربت من المي بعد 10 سنين. أرجو إرسال هذه المعجزة لأبونا مكاري. أنا بنتي مريم كانت طلعانها ثعلبة في رأسها، والشعر وقع كله بتاع رأسها، والعلاج ما كانش جايب نتيجة. حطيت إزازة مية قدام الاجتماع وغسلت رأسها بالمية، وببركة الاجتماع ويسوع المسيح طلع الشعر في 3 أيام. آمين. أنا ابنك من البلد الفلانية كان معايا مندوب، شغالين مع بعض في عربية واحدة تبع شركة، والمندوب كان عنده حصاوي في الحالب، وأنا كنت حاطط إزازة مية قدام الاجتماع، أخدتها وديتها له، لما شرب منها واستحمى بيها نزلت الحصوة في نفس الوقت. أعطوا مجدا للملك المسيح. احنا كنا واخدين شقة والإزالة شالتها، ده في الحاجات الجديدة دي. كل الناس قالت ان المقاول مش هيديكم حاجة، كده فلوسكم راحت. صلينا وحضرنا الاجتماع اكتر من مرة، كل مرة اقول لجوزي انتظر كلمة ربنا، واثناء الاجتماع طلبت بشدة تدخل ربنا، وضع خوف في قلب المقاول، وهو اللي كلمنا، وضع خوف في قلب المقاول، هو اللي كلمنا بالفعل، اتصل بينا وحدد معانا معاد، وادانا شقة بدلها في نفس العمارة. مساء الخير يا أتسابونا مكاري. أنا حماتي كانت عندها كورونا، حطينا مية وصلينا حطينا مية وصلينا. احنا في سلطنة عمان شربنا ورشينا مية على صورتك، وقلنا باسم يسوع المسيح يشفيكي. عملت أشعة وتحليل، طلع ما فيهاش أي حاجة. بنتي مريم عندها 2 سنين، حصل معاها معجزة. امبارح الصبح قامت ورجعت دم، فاتخضينا عليها جدا، ورحنا بيها 3 مستشفيات ومش راضين يقبلوا حالتها، بيقولوا لازم نعمل منظار. فروحنا لمستشفى كذا وقبلتنا، واحنا في الطريق رجع الدم، وقدام المستشفى برضه، لما وصلنا
كان معايا مية من صلاة الاجتماع يوم الجمعة، اديتها شوية ورجعت برضه، بس المرة دي كانت مية، رجعت مية. دخلنا المستشفى عملوا لها جميع التحاليل وفحوصات وطلعت كويسة والحمد لله. والدي كان عنده كورونا وكان بيموت، كانت حالته صعبة. والدتي كان عندها، بس كانت حالتها أصعب من بابا. وسمعنا الوعظة وبعديها اديت لوالدتي ولوالدي مية، رشيت وقلت باسم يسوع المسيح يشفو. وبعدها بابا حلم حلم، سمع صوت بتقول له قوم انت نايم ليه، انت خفيت خلاص. وبعدها خف خالص. وماما مبارك اسم الله. آخر حاجة، ولو إني قدامي حاجات الحقيقة حاجة يعني لا توصف. حضرت الاجتماع وأبونا حكى المشكلة بتاعتي، وأشهد الله إن بمجرد ما أبونا صلى، عدنا إنسان مسلم، وكان إحنا قلنا الحكاية قبل كده، جاره جرجس هو اللي إداله مية. بيقول أنا حضرت الاجتماع وأبونا حكى المشكلة بتاعتي، قلناها المرة اللي فاتت، وأشهد الله أني بمجرد أبونا ما صلى، قعدت أرجع وأنا عندي جاري جرجس، رجعت كتل دم لونها غريب من صدري، وقعدت أكح جامد لدرجة إني تعبت من كتر الترجيع. أشكرك يا أبونا، والله أنا مسلم. شوف يا ابني، يمكن انت كنت فاكر اسمك احمد، انت مسلم، انت مسيحي، انت يهودي، انت المسيح بيحب كل انسان، بيحب كل انسان، وفاتح ذراعيه وعايز كل يخلص، مش عايز انسان يهلك. فانا بقول لكل انسان سمعني من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، المسيح بيحبك. ده مش كلامي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم. فأنت محبوب من المسيح. أنت مين؟ أنت كل إنسان، انت محبوب من المسيح، وانت محبوبة من المسيح، ومستني تقبله وتسكنه قلبك ويملك عليك. هو اللي هيقودك لحياة الابد السعيد، هو اللي هينجيك من الهلاك الابدي. ما فيش غيره مخلص، ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فأنا بطمنك يا أحمد وغير أحمد وكل إنسان، المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم، أعرفوه، اقبلوه، هو المخلص الواحد، هو الباب، هو الحق، هو الحياة، هو الطريق، وليس بأحد غيره الخلاص.
أنا بنتك فلانة، حصل معايا معجزتين. المعجزة الأولى من حوالي أكثر من 7 سنين، وأنا آسف على التأخير، كانت عيني مش بشوف بيها كويس، بحس إنها مشبرة. في يوم كنت بشوف الاجتماع على التلفزيون، وأثناء ما كنت قدسك بتقول اللي ليه طلبة يطلبها وهو في مكانه والمسيح هيسمعها، فطلبت قلت يا رب عينيا، لقيت الدنيا بتوضح قدامي في ساعتها من قبل حتى ما أشرب من المية، وبقيت أشوف كويس. المعجزة التانية كانت في شهر 12 اللي فات، وهي كانت تعبانة نفسيا وجالي انهيار عصبي، كنت بتخيل حاجات غريبة، بشوف حاجات غريبة. حضرت الاجتماع في التلفزيون، وأثناء ما كنت بصلي معاك يا أبونا حسيت جسمي نمل، وحسيت حاجات طلعت من راسي، وخفيت وبقيت كويسة جدا. في حاجات مهمة أوي، مهمة أوي. فلان كان تعبان أوي لما راح لدكتور طلب منه تحاليل كورونا، وعمل التحاليل وطلع التحليل إيجابي. كان يوم الجمعة 10/7، كنا حاضرين الاجتماع، وانت قلت اي واحد قال بالايمان يسوع المسيح الناصر يشفى، واحنا اول ما عرفنا بكورونا فضلنا نصلي ونقول بالايمان، وشرب المية وعمل التحاليل تاني. تاني يوم اللي هو يوم السبت 11/7 عمل تحاليل تانية طلع سلبي. أنا فلان كان عندنا، أنا ومراتي كان عندنا الضغط عالي من 10 سنين، وبناخد علاج، كنا مداومين الصلاة أمام الاجتماع ونشرب من المية، والرب تمجد وبطلنا العلاج تماما. حاجات كتير، حاجات كتير. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. عندكم حاجة تزعوها؟ مفيش. نية بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خدنا على جبل عالي وكلمنا ودينا كلام من عندك وملانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات، والمشبع باللذات
مشبع باللذات، ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات، ده روحك المعزي يأتي علينا الآن بريح أو بنار ويملأ المكان، ويملأ المكان، ويملأ المكان بريحنا وبنار ويملأ المكان. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك حبيبي، وتهلل برؤياك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أنا عندي رسالة، عندي رسالة لكل إنسان مسيحي، لكل إنسان مسيحي. الروح القدس بيقول لك وبيقول لك انت مش عارف انت مين، انت مش عارف انت مين، انت مش عارف انت مين. يعني يمكن انا طبعا كلامي له وعظ ولا تعليم، لكن هكرر الكلام تاني واقول الله بيتكلمنا ويسألنا انت مش عارف انت مين، انا عايزك تعرف انت مين، انا عايزك تعرف انت مين. اللي احنا تعودنا عليه، مش هقول الكل لكن الغالبية، معلش سامحوني، الضعف والهزيمة والخنوع وامشي جنب الحيط، انت هتعمل لي فيها قديس، كل الأمور دي اللي تعودنا عليها، لكن آن الأوان، آن الأوان إنك يا كل مسيحي تعرف أنت مين، تعرف أنت مين يا كل مسيحي. ربنا سمح بالكورونا، اللي هيروح هيروح، وبعد ما ينتهي الأمر الرب حيقيم قديسين وقديسات، ومن الكورونا هتطلع كنيسة غالبة منتصرة، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات. أنا قلت لا هوعظ ولا هعلم، لكن عندي رسالة، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، كلام لكل أحد، لكل أحد كبير وصغير، كنيسة قديسين
صناع آيات ومعجزات. أنت مش عارف أنت مين، ولغة العالم ممكن الواحد يقف كده ويقول أنت مش عارف بتكلم مين. لا، لكن بلغة الروح أنت مش عارف أنت مين. أنا عايزك تعرف أنت مين. أنت مين؟ أبتدي وأقول كما اختارنا فيه. في مين؟ في المسيح، له كل المجد. الله الآب اختارنا فيه. اسمع يا مسيحي، واسمع يا مسيحية، واسمع يا نفسي وكل نفس، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. قبل تأسيس العالم كلنا مختارين معروفين، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون، اديني ودن، لنكون قديسين، لنكون قديسين. عشان كده يرجع دلوقتي ويأمرني ويقول كونوا قديسين. اختارنا عشان ايه؟ نعمل ايه؟ لنكون قديسين. انا رجل غلبان يا عمي، امشي جنب الحيط، انا رجل مش عارف، انا اركن اللغة دي. أنا الأوان أنك تعرف أنت مين. أنا الأوان نحن نعرف قيمتنا ومركزنا في المسيح يسوع، كما اختارنا فيه في المسيح لنكون قديسين وبلا لوم. قديسين وبلا لوم، موضوع عايز إيمان وعايز جهاد. قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وكمل السبق، فعيننا للتبني. السبق فعيننا للتبني. السبق فعيننا للتبني، يتبنانا. يعني انت ابن مين؟ يعجبني بعض السيدات والبنات لما يبعتوا او يتكلموا تقول انا بنت الرب، انا بنت الملك. يا سلام. سبق فعيننا للتبني، بقيت ابنه. دور الكلمة دي في دماغك كده، بقيت ابنه. مش ابن ابويا الغلبان، مش ابن ابويا المسكين، ابن ربنا، ابن ربنا. دور الكلمة في دماغك كده. السبق فعيننا للتبني، بقيت ابنه. وتبناني، وتبناني. مين أنا؟ مين أنا؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب، افتكري يا نفسي. أنا التراب، وإياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. اللي عملوا معانا لا يعبر عنه، لا يعبر. النهارده بيفوقنا، النهارده بيذكرنا. وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع، ويقوم من نوم الغفلة ومن موضع الضعف والخنوع، وينتقل إلى مرتبة البنوية اللي تبنانا
سبق فعيننا للتبني. اللي عملته معانا لا يعبر عنه. فأنا أستاهل اللي عملته علشاني، بأنا أستاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب، افتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي. أنا التراب، افتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي. إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. إن عملت معنا لا يعبر عنه. ادينا أن نتعقل ونستيقظ ونعي ونعي. هقول تاني، كما اختارنا في قبل تأسيس العالم، من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين، كرامة ومجد لي، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. لنكون قديسين وبلا لوم في المحبة. إيه اللي حصل؟ لنكون قديسين وبلا لوم في المحبة. دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا. عشان كده الروح بيقول كونوا قديسين، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. انت مش عارف انت مين، انت مش عارفة انت مين. كما اختارنا في قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. يبقى تبنانا لنكون قديسين وبلا لوم، قديسين وجينا للعالم. قبل ما تنقل لحاجة تاني، هفكر نفسي وكل أحد، وكل أحد. ربنا ادانا كل الإمكانية، كل الإمكانية إن احنا نكمل القداسة في خوفه. وبعدين الروح بيحط علينا مسؤولية،
هناخد من ربنا وندي للعالم. الله ينور فينا واحنا ننور في العالم. الله يقدسنا وقداستنا تشع في العالم. فبيقول لنا لكي تكونوا بلا لوم. هنا بيقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. فبيتكلم مرة تانية الروح القدس يقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله. ما هو تبنانا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب. يا سلام، أنت مش عارف أنت مين. دي حياتنا مش لقمة بناكلها ولا يومين عايشينهم وحتنتهي الغربة، لا، ده أنت ابنه وأنت بنته. ده أنت ابنه وأنت بنته. هقول كلمة يمكن حتتكرر على لساني، قال كل شيء لكم، كل شيء لكم. أرجع وأقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب بلا لوم. كنش ليك تصرف تلام عليه. بسطاء، بسطاء، فيش الخبث ولا اللوم ولا اللؤم ولا الدهاء. أولادا لله، شوف المسؤولية قد إيه. أولادا لله، تعمل حساب اسم أبوك اللي دعي عليك بلا عيب بلا عيب. العيبة ما تطلعش منك بلا عيب. في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عشان كده رب المجد قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. عايزك تعرف أنت مين، عايزك تعرف أنت مين. هنا بيقول اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. يقول مرة تانية الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، سبق فعينهم، كتب الأسماء ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. عايزك تعرف أنت مين. الذين سبق فعرفهم، ربنا عارفك من قبل تأسيس العالم، سبق فعينهم، كتب اسمك. ايه المطلوب منك ومني ومن كل احد؟ ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكونوا مشابهين صورة ابنه. سألوني امبارح عن عزة قلتها زمان، النصراني مسيح تاني، وانا قلت اخدت الاسم الدارج في الشارع خصوصا الشارع المصري بيقول عليه نصارى، وقلت كده عشان ارد على الكلمة دي لكن عارف ان احنا مش نصارى. النصراني مسيح تاني ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شوف المسؤولية، عايزك تعرف انت مين. انت صورة المسيح ماشي على الارض، عايش في الغربة، موجود في العالم. لما قال المسيح له كل المجد انا هو نور العالم، قال عليك وعليك وعلي انتم نور العالم.
علينا مسؤولية، مش موجودين عشان ناكل ونشرب، عايزك تعرف انت مين، انت مسؤول وانا مسؤول وانت مسؤولة وكل انسان مسيحي مسؤول، ليكونوا مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة ابنه. يا سلام، عاش ازاي وهو في حال الجسد على الارض لم يكن له اين يسند راسه؟ نعم، قعد عند ارجل التلاميذ يغسلهم، نعم، عشان كده قال تعلموا مني لاني وضيع ومتواضع القلب، ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يا سلام، مشابهين صورة المسيح، مشابهين صورة المسيح اللي قال من منكم يبكتني على خطيئة؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، الذي أحبنا وبذل ذاته عنا، أحبنا فضلا ليعلمنا الحب، يعلمنا البذل، بذل ابنه الوحيد. كل ده قبل تأسيس العالم. ويرجع يقول لما جاء ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان. احنا لدينا اسماء مكتوبة معينة من قبل تأسيس العالم. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني كرامة ومجد ليك. وبقيت ابنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. سر عجيب، سر عجيب عظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الله الذي لم يره أحد قط أعلن ذاته للناس في صورة الناس بلا خطية في الإنسان يسوع المسيح، مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. ليه؟ ليفتدي الذين تحت الناموس، احنا لمحكوم علينا لننال التبني ونبقى اولاده ونبقى بناته، ويبقى هو ابويا ابويا. وغني واقول يا ابويا يلي في السماء، كرامة ومجد ليك. وبقيت ابنه، بقى هو ابويا. يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا. يا ابويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. يا ابويا يلي في السماء، وانا عندك عز من الضنا. يا ابويا يلي في السماء، وانا عندك عز من الضنا. من يوم ما عرفتك وانت عينك
علي طول السنة من يوم ما عرفتك وانت عينك علي طول السنة. مبارك اسمك، مبارك اسمك. عايزني اعرف انا مين؟ انا ابنك، انا ابنك، انا ابنك، كرامة ومجد ليك. انا ملك ابن الملك. هيجي الكلام مين انا، مين مين انا، مين ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتجرب عشتي. يا سلام، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي. مين أنا، مين؟ يمكن نسيت أنا مين. مين أنا، مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي. أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي. إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. حبيبي، لننال التبني، لننال التبني، وبقيت ابنه، وبقيت ابنه، وبقيت ابنه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني انت في وملاني بترتيلك، غني انت في وملاني بترتيلك. غني وتلهانا، غنيها انا، غني وتنهانا، غنيها انا. الرب شال عني، شال كل عنا، الرب شال عني، شال كل عنا. حبيبي، مسحنا حلو، مسحنا حلو. النهارده بيكلمنا، عايزنا نعرف قيمتنا، عايزنا نعرف احنا مين. انت عارف انت مين؟ انا عايزك تعرف. المسيح بيسألك انت مين في المسيح يسوع. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يبقى لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس لننجيه المسيح.
وكلنا قبلناه. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا. لازم الآية دي معاني، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الذين ولدوا ليس من دم، ولادة بالمعمودية، إيمان ومعمودية. من آمن واعتمد إيه؟ خلص. من آمن واعتمد خلص. أما كل الذين قبلوا فإحنا كلنا كمسيحيين، إحنا في كنفه معاه. دعي علينا الاسم الحسن، اتولدنا من فوق واتبنانا، بقينا أولاده وبناته. فينا الوحش وفينا الكويس، فينا القديسين وفينا الأشرار، فينا ده وفينا ده، فينا ده وفينا ده، من جهته هو، من جهته هو، من جهة ربنا بيحبنا كلنا زي بعض، بيحب القديس وبيحب المجرم والشرير، لأن محبته كاملة وأبدية لكل أحد. فاطمن يا خاطي، المسيح بيحبك. وعدد الترنيم اللي أنا قلته قبل كده، وانت في الخطية انت غالي علي، فانت غالي عند المسيح، وانت غالي عند المسيح. خاطي، وطبعا بالنسبة لغير المؤمن اللي بره، لكن انا بتكلم على الابن اللي جوه، اللي دعي عليه الاسم الحسن، اللي اتولد من فوق، اللي اتعمد. انت غالي عليه، وغلاوتك هتكون زي العيون بعد رجوعك تاني للمسيح. وانت في الخطيه انت غالي عليا، وانت في الخطيه انت غالي عليا، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. يبقى اللي عمله ربنا من أجل الكل، عايز الكل يخلص، مش عايز إنسان يهلك، اتبنانا، دعا اسمه علينا، والنهاردة بيكلم كل أحد بصورة شخصية. عايزك تعرف أنت مين، أنت ابنه، حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، منقوش على كفيه، له اسم ولا صورة ولا أي كلام، لكن أنت بشخصك تمام، منقوش على الكفين، محفوظ في نن العين، محفوظ في نن العين،
منقوش على الكفين، منقوش على الكفين، لا هي صورة ولا اسم ولا أي كلام، لكن أنت بشخصك تمام، لكن أنت بشخصك تمام، منقوش على كفيه. النهارده رسالة من رب المجد يسوع لأولاده وبناته، عايزهم يكونوا في الصورة البهية، الصورة البهية لتمجد اسم العاطي، لتمجد اسم المخلص، لتمجد اسم الفادي اللي تبنانا نعيش على مستوى البنوية، على مستوى العطية. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نصلي. ارفع قلبك واديت ودن للرسالة. المسيح بيقول لك عايز تعرف، عايزك تعرف انت مين. انت ابني، انت بنتي. يساعدنا نشرف الاسم اللي دعي علينا، نشرف الاب اللي تبنانا، ونعيش على مستوى العطيه، على مستوى البنوية. نحب الرب من كل القلب ونكره الخطية. صلي كل اللي معانا، صلي قبل ما تطلب طلبة، قل له سامحني واغفر خطاياي، قل له قدس حياتي أعيش ليك الزمان الباقي، وبعدين قل له طلبتك. مريض قل له اشفيني باسم يسوع المسيح الناصري. تعبان قل له ريحني. مديون قل له سد عني. خايف قل له ملاني بالسلام. تحت حرب قل له بدد مشورة العدو الشيطان من جهتي. ليك طلبة معينة قل له، قولي له. نفسك في عيل، قولي له. نفسك في كذا، قول له. إلهنا طيب وحنين، مستعد يستجيب كل طلبة، عايز يفرحنا، عايز يهنينا، عايز يسعدنا، عايز يعزينا، عايز يطيب خواطرنا، عايز يدينا ويغنينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولادك وبناتك بين ايديك، انت ادرى باحتياج كل نفس. اعبر اليهم بالبركة، اؤمر بالشفاء لكل مريض باسم يسوع المسيح. اؤمر بالبركة لكل محتاج. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بالنسبة للمرضى، حسب إيمانك وإيمانك يكون ليكم. أنا هقول مرضى شعبك باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي، الرب يأمر بالشفاء لكل مريض. بالنسبة للمقيدين بالأسحار والشياطين، حسب إيمانك يكون ليك. يعني المسيحي يؤمن، وغير المسيحي يصدق إن المسيح يقدر وله سلطان. أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.